سموحة ده الحمد لله يعني، كنت طالع في كورة بلعب بدماغي اللي هي بهيدرز كده، فهو ما كنت طالع في المدافع، فالمدافع كان لسه طالع، فأنا بعمل كده هو لسه طالع بدماغه، فاتخبط في الوجع عندي هنا، ف بس فحصل بقى زي في شروخ وكسور كده، فالحمد لله قدرت تاني يوم على طول أعمل العملية بعدها. الحمد لله ربنا كرمني الدكتور كويس طبعا. لازم طبعا ابوك الفترة دي، لازم ابوك طبعا، بأمن نفسي طبعا، والحمد لله الواحد بيتمرن بشكل كويس الحمد لله. طب هل الدكتور قال لك هتقعد قد ايه تلبس الواقي مثلا لو في مش قبل كذا يعني هنلعب بيه ماتشات جايه او كده؟ هو ما ادانيش ميعاد معين، بس هو حفاظا دلوقتي لحد ما انا احس ان انا خلاص بقيت التفاهم الرغبة القلق شوية راحت، فهبدأ ألعب إن شاء الله يعني، بس هو الفترة دي لازم ببقى معايا يعني الحمد لله ألبسه يعني. يعني الحمد لله إحنا ماشيين الحمد لله الفترة اللي فاتت بخطة كويس الحمد لله، قدرنا نجيب الدوري طبعا الحمد لله، وخدنا بطولة السوبر، فإن شاء الله السنة دي إحنا مركزين إن شاء الله برضه على بطولات، وأخص بطولة أفريقيا اللعبة كلها مركزة والناس كلها بتتمرن بشكل كويس، كلنا مركزين يعني صراحة. فأنا شايف المعسكر في دبي هنا صراحة الناس كلها بتتمرن وفي شوية فني، بس إحنا بننزل التمرين بنتمرن بجد وفي تركيز، وده معسكر شايفه حاجة كويسة يعني الحمد لله. الفترة اللي جاية احنا داخلين المفروض على هنكمل الدوري وزي ما قلنا هنخش بطولة افريقيا، بس ماتش النجم الساحلي برضو واخد اهمية كبيرة جدا. الشناوي كان ليه تصريح معانا بيقول ان كان نفسكم تلعبوا صن داونز. انا بتمنى كده صراحة، انا بغل، انا من السنة اللي فاتت صراحة الدنيا صعبة مرينا بيها طبعا، مش النادي الاهلي اللي هو يخسر 5، احنا اصلا في الملعب ما كناش مش حاسين ايه اللي بيحصل اصلا، مش فاهمين اصلا، ما حدش كان يقول لك مش انت لوحدك، احنا كمان كنا قاعدين في المدرجات احنا مش عارفين ايه، احنا مش حد عايز فيهم. يعني موضوع كوره يعني، لا بعيد عن الكوره خالص، اللعيبه كلها ما كانتش حتى بتيجي تنادي على حد مش تحس لهم مش سامعك ولا في اي حاجه، اللعيبه كلها زعلانه طبعا، ويعني نفسي انا نفسي اقابل سان داونز تاني يعني، مش يعني انا نفسي اقابله صراحه، اللعيبه كلها حتى اللي كانت موجوده كانت نفسها، وعندنا غل يعني الحمد لله، بس ان شاء الله احنا مركزين مع اي حد هنقابله ان شاء الله، واي منافس، واحنا مركزين ان شاء الله في بطوله افريقيا السنه دي باذن الله. فانا بلعب في نادي الاهلي، نادي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط كلها، ف ما عنديش اي حته الحمد لله، بتمرن برجع اتمرن مهما اي حد يقول او اي حد يتكلم، انا مش فارق معايا اي حد خالص، الناس كلها في ظهري، انا اهم حاجه جمهور نادي الاهلي، واللي انا اسعد ان جمهور نادي الاهلي طبعا، والنادي الاهلي بيبقى دايما رقم واحد، ما عنديش اي حاجه خالص اللي انا اتضايقني او يعني ابص للناس دي من الاخر يعني. طب تعالى بقى نتكلم شويه، علاقتك بقى بوليد ازار وباجاي، واجمل حاجه بنشوفها في مروان محسن حتى وهو احتياطي لما ازارو او اجاي بيجيب جون بيجري عليهم وهم بيجروا عليه، هي دي الحته اللي مخليه ربنا بيكرم محسن. دي مشاعر بتطلع من البني ادم طبيعي كده الحمد لله، لان الواحد الحمد لله بيتمنى لزميله الخير، حتى لو قاعد بره خالص مش على مش قاعد على الدكه خالص، لان انا مسيري هبقى موجود جوه برضه، هو هيتمنى نفس الاحساس اللي بيجي لي، دي روح موجوده في النادي الاهلي مش موجوده في اي حته يعني اللعيبه كلها، اي حد بيلعب او اي حد موجود، مروان ازارو صلاح اجاي، مفيش زعل مفيش، ببقى نفسي ان انا العب واشارك طبعا، بس كلها بتبقى بتصب في مصلحه النادي الاهلي طبعا، ودي اهم حاجه الروح اللي بتميزنا من بعضنا يعني. كان شايف ايه، كان ايه رأيك في الكلام اللي كان بيتقال ده النادي الاهلي سادس الدوري والنادي الاهلي الحمد لله مش في الهبوط، الكلام ده كان بيمر عليكم ازاي؟ احنا كنا بنسمع من هنا والدوري بقى كان نهاية الدوري، وهنشوف مين اللي يعني اللي هيفنش في الاخر الحمد لله، وكان عندنا اصرار الحمد لله، وده بان في الملعب، واحنا بقينا في حتة وهم بقوا في حتة تانية خلاص، مالناش دعوة بيهم. هسألك سؤال بقى، علاقتكم بمستر فايلر واحنا شايفين الحماس في التدريبات وهو فير جدا وشايفين ان هو يعني لا في تغير تام في الاداء وفي المستوى وحتى في الروح في الملعب. في روح طبعا، احنا مركزين كلنا طبعا، وفي تمرين في تركيز جدا، الناس كلها مركزه، الناس كلها يعني مركزه جدا السنه دي، بس كمان عايزين نعوض اللي فات كله طبعا، في يعني مرينا بظروف كتير قوي السنه اللي فاتت، فلا انا شايف مستر فايلر طبعا مركز مع اللعيبه كلها وبيحفظ كتير في التمرين، وعلى طول بيتكلم معانا وبيتكلم اللي هو تلعب كوره عادي، تلعب كوره ما تزهقش، وبيحفظ كتير، فده حاجه كويسه يعني مميزه يعني. في لعيبه جت جداد النادي الاهلي، انت داخل اهو في 3 سنين مع النادي الاهلي، في لعيبه جت زي قفشه وزي حسين الشحات وجيرالدو ومحمود متولي وديانج، ففي ناس كتيره جت جداد، انتوا دوركم بقى اللعيبه اللي كانت موجوده بتقعدوا معاهم بتقول لهم ايه، بتعرفوهم ايه، انت وكابتن حسام عاشور وكابتن وليد سيمان وكابتن شريف اكرامي وكابتن فتحي ده والله ما فيش حاجه، اللعيبه كلها احنا طبعا احنا عارفينها، بيخش اكنه بقى له 10 سنين وهو بيلعب هنا،
ما فيش اي حاجه بهزار وضحك وعارفين اللي هو طبعا دخل النادي الاهلي اللي احنا على طول دايما مطلوب مننا المكسب يعني ما فيش حاجه اسمها خساره يعني طبعا ودايما على طول بنهزر ونضحك مع بعض وما فيش اي يعني ما فيش اتنين بقى واخدين بعض والحاجات دي لا على طول بيخش في المجموعه على طول ما فيش على طول بنتكلم مع بعض ودي حاجه كويسه طبعا من اللعيبه كلها جديده زي القديمه وان شاء الله يبان في الملعب الفتره الجايه ان شاء الله كل ده باذن الله. الكواليس بقى في المعسكر بقى بالليل بقى وانتوا في فتره قبل النوم كده، البلاي ستيشن طمنا، مين بيعمل ايه، مين بيكسب مين، وعايزين انت بالليل. انا قاعد في اوضتي بس في ناس بتلعب علي معلول باين وحسين الشحات والناس في ناس كتير بتلعب بلاي ستيشن بس انا في تسمع اوضتي بقى الاخبار ايه بقى، مين اللي بيكسب مين اللي بيغيظ التاني كده؟ انا شايف علي معلول بيبقى متعصب كل شويه يقول لي تعالى تعالى هلاعبك النهارده مش عارف كده حسين شحات وعلي ازارو تقريبا بالهوا يعني. طيب رسالتك بقى لكل جمهور النادي الاهلي خاصه جمهور الاهلي طبعا اللي في مصر، ولما جينا هنا وشفنا الكمية الجمهور اللي جه بيزنكوا وكان كلهم كلمة واحدة افريقيا اهلي، شايف ده ازاي؟ طبعا بيديك دفع ده قدام طبعا هنا احنا من ساعة ما جينا طبعا الجمهور في ظهرنا هنا في التمرين وفي مصر دايما على طول في ظهرنا فطبعا ده بيديك دفع وحماس كبير قوي اللي انت يعني ما فيش اللي هو ما فيش استهتار السنة دي ان شاء الله واللعيبة كلها مركزة وحاسة بالموقف ده فان شاء الله بنوعدهم ان شاء الله السنة دي نقدم كورة اللي هي ترجع كورة النادي الأهلي تاني وزي ما احنا ماشيين الماتشات اللي فاتت دي بإذن الله في مزيد في أحسن طبعا كتير وربنا يكرمنا إن شاء الله بطولة أفريقيا السنة دي إن شاء الله وكل البطولات الباقية.